بقى دلوقتي لبعض الأخبار المحلية، وهنبدأ من عند اتحاد الكرة برضو، لكن من خلال الكاف. الكاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلي مصر في بطولتي أفريقيا. الاتحاد الكرة طبعا هم كان عندهم مشكلة ان احنا لسه الدوري مخلصش، وعندك مشكلة لسه الأربعة الأوائل ما بنوش. فالنهاردة تمت الموافقة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يوليو اللي كان كمان كام يوم يعني الجاري. وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم قبل أيام قليلة خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق التي تمثل مصر في بطولتي أفريقيا ل 15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري. خبر مهم، خبر مش هيدي فرصة بقى إن أنت تبعت زي المواسم اللي فاتت الأربعة في وقت بعد كده الأربعة دول واحد منهم بقى سادس ولا سابع، لا ده خبر مهم جدا يعني. فبالتالي دي حاجة مهمة وقوية هتفيد هتفرق في قوة الدوري بالمناسبة، وهتفرق في المنافسة على الفترة اللي جاية في الدوري. فكان خبر مهم إن الكاف يوضحه، وخبر نشكر اتحاد الكرة إن هم طلبوا ده من الكاف بالفعل. حتى لسه مع اتحاد الكرة، لكن عند روي فيكتوريا اللي بيسلم اتحاد الكرة قائمة بأسماء المنتخبات والتصنيف الأول لإقامة وديات في سبتمبر. روي فيكتوريا سلم المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة بالمنتخبات اللي هو عايز يواجهها في سبتمبر المقبل، على هامش طبعا مواجهة أثيوبيا اللي هي الجولة الستة والأخيرة من تصفيات البطولة اللي احنا خلاص ضمننا التأهل إليها اللي كان 2024 بكوتيفوار. وتصنيفات القائمات ثلاث منتخبات أفريقية من التصنيف الأول، هو عايز يحتك بمنتخبات في التصنيف الأول، يعني روي فيكتوريا عايز يحتك بالمدارس الأفريقية القوية، ودي حاجة كويسة طبعا بعد ما حسم تأهل رسمي خلاص لبطولة أمم أفريقيا. ومواجهة أثيوبيا خلاص بقت بالنسبة له يعني بروفة قوية للوقوف على جاهزية المنتخبات قبل الدخول في أجواء تصفيات كأس العالم كمان اللي مقرر انطلاقها بنسبة كبيرة في نوفمبر المقبل. دي نقطة مهمة جدا، الراجل دلوقتي عايز يعمل احتكاكات قوية قبل البطولة، وعايز كمان يجهز لتصفيات كأس العالم. فبالتالي كانت نقطة مهمة ان هو يطلبها من اتحاد الكرة ويطلبها بدري ويطلبها بشكل كويس. فبالتالي يعني دي خطوة كويسة نحو ان انت تجهز منتخبك بشكل افضل للفترة اللي جاية. طيب تعالوا نروح بقى نشوف للأندية اللي بتقترح على اتحاد الكرة زيادة القائمة إلى 35 لاعب في الموسم الجديد. دي نقطة مهمة بالنسبة لنا كنادي أهلي كمان. الأندية اللي بتشارك في أكتر من بطولة لازم القائمة بتاعتها تبقى غنية. إحنا بنشوف دول القائمة فيها مفتوحة بالمناسبة. النهاردة اتحاد الكرة طلب من بعض أندية أو بعض أندية الدوري طلبت من اتحاد الكرة إن أندية الدوري الممتاز يزيد اللاعبين في قوائم الموسم الجديد لتصل إلى 35 لاعب بدل من 30 لاعب، رغم إن هي مش عدد كبير يعني، في ظل مشاركة بعض الأندية في أكتر من بطولة بالموسم الجديد. واقترحت الأندية على اتحاد الكرة إن تضم القائمة الموسم الجديد 30 لاعب بجانب 5 لاعبين من مواليد 2001. نقطة كويسة طبعا. هنا أنا عاوز أعلق على الموضوع ده. الفكرة مش في عدد القائمة، الكام لاعب دول مش هيفرق، لكن في معظم الدوريات الكبرى القوائم بتكون مفتوحة. لكن الفكرة والأساس هنا إن يكون النادي اللي بيقدم الطلب ده أو اللي عايز يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أيا كان بقى عددهم 30 40 أو حتى 100 لاعب، إنه يكون قادر على الوفاء بمستحقاتهم المالية والعقود الخاصة بهؤلاء اللاعبين. يعني أنت لو قائمتك 20 لاعب تكون مقدم ما يثبت أنك هتقدر توفي مستحقات اللاعبين دي، عشان ما ينفعش اتحاد الكرة يغفل دوره الرقابي على الأندية خصوصا في مسألة التراخيص. ما ينفعش نادي الترخيص لنادي أو نادي الترخيص لنادي عنده مديونيات كبيرة جدا وما يلتزمش بعقوده مع لاعبته. هنا دي مشكلة كبيرة جدا، ده مربط الفرس. حسب معلوماتي ان القائمه في الموسم الجديد هتكون 30 لعيب زي ما هي في الموسم الحالي، لكن اتمنى حتى لو مش الموسم الجاي اتمنى يكون فيما بعد لا في اقتراح ان انت تزود عدد اللاعبين على قد ما تقدر، لكن تحافظ على ان الانديه تدي للاعبين دي مستحقاتهم. ده يعني مش وجهه نظر، دي طبيعه الكوره في العالم كله دلوقتي. عشان الانديه تقدر تشارك في اكتر من بطوله، وعشان الانديه تقدر ان هي تبقى مشاركاتها فعاله واللعيبه ما يحصلش اجهاد كبير زي اللي بيحصل عندنا في الدوري المصري هنا، لازم توافق على ان القائمه تزيد بشكل كبير. يعني 35 دي مش زياده كبيره بالمناسبه، يعني من 30 ل 35 دي زياده عاديه. يعني نتمنى انها تحصل. هنطلع دلوقتي فاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا.